محمد علي، سوري الجنسية، طبعا حاصل على شهادة إدارة الأعمال من الجامعة الماليزية، وصار لي تقريبا شي 16-17 سنة في قطر. أيوة. والله في البدايات يعني أول سنتين تقريبا هي كانت صعبة شوية، تعرف لأنه من دولة لدولة، فبعدين أخذنا على الجو والحمد لله. هي الأجواء هنا في قطر يعني من ناحية المجتمع القطري والعادات والتقاليد قريبة لبعضها، فلذلك تأقلمنا مع الجو يعني، والحمد لله واستمرنا على الوضع هذا ولحد الآن موجودين يعني. تأسيس الشركة هي فعليا 1/1/2023. طبعا مجال الشركة هي اي كوميرس، اللي هي التجارة الإلكترونية حصرا يعني. طبعا مبدئيا نحن تخصصنا في مجال الأحذية الرياضية. اوكي. طبعا هذا الشيء قابل للتطور والتوسع، طبعا راح يكون في إضافة منتجات أخرى من مثل الجلديات مثلا. نحن مبدئيا بدأنا في الأحذية الرياضية، بعد فترة إن شاء الله راح نبدأ مثلا نستورد الأحذية الجلدية. يعني مبدئيا نحن كانت طبية ولا العادية؟ الأحذية الجلدية العادية الرسمية والسبور الكاجوال مثل ما بقولوا يعني. فمبدئيا نحن بدأنا بالسوق التركي، بدأنا نجيب من السوق التركي لأنه أنا بعرف السوق التركي، فهمت علي؟ ف لقدام ان شاء الله هدفنا انه نتوسع بالاخص بالنسبه للاحذيه الرياضيه يعني. نحن نتوسع نجيب منتجات من ايطاليا مثلا، لان الاحذيه الايطاليه الجلديه في ايطاليا معروفه ومشهوره يعني عالميا رقم واحد. والله نحن مثل ما قلنا يعني نحن بنهتم في الجوده بالدرجة الأولى، لأن هي الشركة اسمها ألكا بلس، هي رؤية الشركة هي أصلاً تتجسد باسم الشركة ألكا بلس، إنه هي إضافة يعني إضافة قيمة، إضافة جودة بالدرجة الأولى. وطبعاً والأسعار راح تكون مناسبة بالنسبة للجودة يعني، يعني نحن نحاول قدر الإمكان إنه يكون في تناسق بين السعر والجودة. يعني مثلاً جودة عالية والسعر منخفض اكيد اكيد ما راح يزبط يعني، لان اصلا العميل راح يشك في الموضوع. صحيح. مثلا الجودة عاليه واذا السعر منخفض بيقول لك مثلا معناته في شيء. صحيح. اما نحن بنحاول قدر الامكان انه إن يكون في تناسق بين الاسعار والجوده. طبعا الجوده نحن يعني في الدرجه الاولى يعني، من تكون الجوده مناسبه للسعر. طبعا طبعا السوق القطري. طبعا ما شاء الله عليكم استاذ محمد. استاذ محمد راح نتحدث اكثر اليوم عن محمد شخصيا. اليوم راضي عن نفسك بالمكان اللي وصلته؟ الحمد لله. ما هذا هدفي، انا هدفي انه يكون عندي عمل خاص فيني، وهالعمل هذا انه يكون في تطور دائم، في تطور مستمر يعني. اكيد ما راح نتوقف عند درجه معينه او خطوه معينه، راح نضل مستمرين ان شاء الله. والله التطور مثل ما قلنا مبدئيا المنتج، هي نحن تخصصنا في مجال معين، لكن راح نزيد راح ننوع في المنتجات يعني ان شاء الله. مثل ما قلت يعني راح يكون الموضوع مش بس مجرد احذيه، راح نتطور ونضيف منتجات مثلا مثل حقائب، مثل مثلا احذيه رسميه جلديه مثل ما قلنا. واحتمال هذا الشيء هذا يتطور لابعد من هيك يعني ان شاء الله، لاني مثل ما قلت انا هدفي انه نجعل من ألكا بلس ماركه مسجله عالميه ان شاء الله، بنكهه محليه وطنيه. والله في الدرجه الاولى على الصعيد الشخصي الوالد والوالده انا بتشكرهم كثير، والله يديمهم فوق راسنا ان شاء الله، الله يحفظهم. وطبعا وزوجتي اللي هي شريكة حياتي، هي دائما داعمة لكل
يعني كل الأمور اللي في حياتي الشخصية هي الدعم الأول، وهي معاي أصلا موجودة يعني. فبتشكرهم كتير وبتمنى من رب العالمين أنه يحفظهم ويديمهم. طبعا نحن نتشكر الأمير الوالد الشيخ حمد، لأن هو اللي أسس التطور هذا، هو كان الأساس يعني. ومن ثم الشيخ تميم بن حمد هو كمل المسيرة، وما زال هو في مواكبة التطور والمسيرة لدولة قطر يعني. طبعا الازدهار مستمر يعني، وطبعا الأمن والأمان هذا شيء لا يخفى على أحد. لو أصلا مش موجود الأمن والأمان، ما كنا نحن مثلا انه تشجعنا واسسنا هذه الشركه، او تشجعنا وحاولنا نعمل شيء خاص. صحيح. يعني نستثمر في البلد. صحيح. لان الامن والامان هو اللي بيجذب عمود الاساس. صحيح. هو اللي بيجذب المستثمرين. صحيح. وطبعا في كثير امور بتشجع المستثمرين انه مثلا يدخلوا دوله قطر ويستثمروا فيها. صحيح. لان السوق القطري يعني سوق متنوع، مش انه في مجال معين بس، سوق متنوع يعني بتلاقي فيه كل شيء. فلذلك نحن بنحاول انه يعني نكون جزء من هذا السوق، جزء من هذا السوق، ونقدم قيمه يعني انه تناسب المجتمع القطري، وطبعا يناسبنا نحن كمان. اكيد. احنا بنشكرك بنهايه برنامجنا هذا اللقاء الجميل. اهلا وسهلا فيك، وايضا نشكرك على حسن الاستقبال وحسن الضيافه. اهلا وسهلا. ان شاء الله بالاشهر المقبله ان شاء الله يكون في لقاء جديد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله نتشرف والله، ويكون نتوسعنا اكثر ان شاء الله ان شاء الله باعمالنا. ان شاء الله. اهلا وسهلا. العفو.